الحلقة 48 في تفسير جزء عامة تفسير سورة العاديات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف ترابطت صور الربع الأخير؟ 4 صور للإصلاح بين العبد وربه، 4 صور لإصلاح بين العبد وإخوانه المسلمين، 4 صور للتعامل بين العبد وأعدائه، 3 صور لحماية العبد من كل شر. 4 صور للإصلاح بين العبد وربه: العاديات، القارعة، تكاثر العصر. للإصلاح بين العبد وإخوانه المسلمين: الهمزة، الفيل، قريش، المعون. 4 صور للتعامل بين العبد وأعدائه: تكاثر الكافرون، الكوثر، الكافرون، النصر، المسد. 3 صور لحماية العبد من كل شر: الإخلاص، الفلق، الناس. ما المناسبة بين هذه الصور 4: العاديات والقارعة والتكاثر العصر؟ كلها صور للإصلاح بين العبد وربه. فصورة العاديات تتحدث عن 3 موضوعات. موضوع الأول: من يحبه الله ويقسم به. الموضوع الثاني: من يبغضه الله. الموضوع الثالث: وسائل إصلاح النفس ليحبنا الله. وسيلتين: الخوف من الحساب وإصلاح ما في الصدور. الخوف من الحساب، تأتي سورة القارعة لتقوي هذا الخوف. طيب، وإصلاح ذات الصدور نصين: نص سورة التكاثر تساعدك في تفريغ صدرك من الدنيا ومعاصيها، ونص سورة العصر لتدلك على ما الذي يجب أن تشغل به قلبك وتملأه به. القارعة والتكاثر العصر بيحققوا الخوف وإصلاح ما في الصدور. طب نبدأ بالموضوع الأول: من يحبه الله ويقسم به. يقسم الله تعالى بالعاديات ضبحا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الجهاد خرج ليلا فصار طوال الليل، وعندما يصل صباحا فإن سمع نداء أمسك وإلا أغار. ففي ناس جايين استشعروا نعم الله تعالى وبيجهدوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بهؤلاء الصادقين المجاهدين. بالليل لو قربت ناحية خيولهم وهي بتجري تجد خيولهم بتطبح، فربنا بيقسم بخيولهم التي تطبح من شدة الجري. والعاديات يعني خيل المجاهدين التي تعدو نحو العدو. ضبحا حال كونها تحمحم وتصدر صوتا من شدة الجري، وهذا يدل على شدة شجاعتهم، رايحين يحاربوا بيجروا على الآخر. طيب لو بعدوا عنك فالموريات قدح، وعندما تبعت الخيول نرى ليلا الشرر يتوقد تحت أرجلها. ده يدل على إيه؟ على أنهم بيجروا، لأن الخيل لو ماشي بجري بيخبط ويصدم بالحدوة الزلط والحجارة فيقضح النار، يطلع نار. لكن لو ماشي مشيا بطيئا لن يخرج النار. يبقى وإحنا أما قربنا منهم سمعنا صوت ضبح فعلمنا أنهم يمشون مسرعين وأنهم شجعان، وما بعدوا عننا بالليل لقينا شرار فعرفنا أنهم مسرعين وعرفنا أنهم شجعين. فالموريات يعني المشعلات: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم جدرتها أم نحن المنشئون. قدحة بالقطح يعني بالصدام بين الحديدة الحدوة والحجارة بتاعت الأرض. طب الصبح هل الناس دي أما شافت العدو جبنت؟ لا، فضلت برضو راغبة في مرضات الله. فالمغيرات صبحا أغاروا في وسط النهار في وسط بيوت الأعداء ولم يخافوا من سهامهم من سهامهم. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع، من قطر جريهم أثرن النقع الغبار، فدل ذلك على شدة سرعتهم وشدة شجاعتهم. فوجدوا العدو متراص فوسطنا به جمعا، لما رأوا جمع الكفار من العدو توسطوا الجموع. هذا هو الذي يحبه الله ورسوله: رجل يخاف الله ويسعى لمرضات الله، فتراه يعمل ليل نهار ساعيا لمرضات الله وساعيا لحرب أعدائه ولنصرة دينه.
فإذا وجد الناس قد اجتمعوا على حرب دين الله توسطهم ودافع عن دين الله لا يخاف من الله لومة لائم. طيب المقسم بيه بقى ما يبغضه الله، إن الإنسان لربه لكنود، ده جواب القسم، إن الإنسان جاحد لا يعترف بالنعمة. فتلاقيه تقوله تعالى اتعلم وشوف أمور دينك، يقول لك بس أذاكر، كل الناس ناجحة ومعاه شهادات اللي أنا، يفضل يذاكر يذاكر يذاكر. يا ابني تعالى اتعلم دينك، انت اتخرجت، يقول لك كل الناس متجوزة ما عدا أنا، يتجوز. كل الناس عندها شقة تمليك ما عدا أنا، يا ابني تعالى بقى اتعلم أمور دينك، كل الناس عندهم عربيات إلا أنا. يا ابني جبت عربية، تعالى اتعلم أمور دينك، كل الناس عندهم تويوتا وأنا معايا لادا. يفضل طول عمره جاحد لا كنود، دايما شاعر أن الله قد ظلمه وأن الله أنقصه وحقه وإنه على ذلك لشهيد، وهو يشهد على نفسه، فهو يعيش غارزا رأسه في تحصيل المال وجمعه وحفظه ومنعه، مشغولا به عن الحق معرضا به عن الله. وإنه لحب الخير لشديد، وإذا أردت له علامة فهو بسبب حبه للخير اللي هو المال، الخير اللي هو المال، أصبح شديدا يعني بخيلا، يدفع في أي حاجة إلا من يدفع حاجة لله. طيب ده بيبغض الله تعالى، الكنوت المنوع اللي بيمنع الفلوس. طيب النوع بقى الثالث، وسائل إصلاح النفس اللي يحبون الله، حاجتين، الخوف وإصلاح الصدور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يدري هذا الإنسان الكنود عن عقابه إذا أثير ما في القبور وأخرج منها الموتى للحساب، أفلا يتذكر الآخرة والبعث من القبور. تاني دواء، وحصل ما في الصدور، وجمع وأبرز ما في صدور الناس من خير أو شر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فإن الله تعالى يعلم ما في صدورهم فيحاسبهم به، فمن عزم على معصية حوسب كأنه فعلها، أما من حدثته نفسه بمعصية فتاب إلى الله كتبت له حسنة، أما من مات عازما على أي معصية كتبت كأنه فعلها تماما. المستوى الثاني، سورة العاديات، ما مكان نزول السورة؟ هي مكية، نزلت بعد سورة العصر، ترتيبها 100، عدد آياتها 10 آيات، عدد كلماتها 40 كلمة، عدد حروفها 160 حرف. ما الرد على من قال إن العاديات هي الإبل التي تسرع من عرفة؟ نقول كيف يقول والله يقول المريات، والمريات يعني المشعلات، والجمل لا يمكن أن يكون مشعلا، الجمل مهما ضرب في الأرض لا يمكن يطلع الشرار ده. تاني حاجة، والمغيرات صبحة، والحج ما فيهوش إغارة. تالت حاجة، الإبل لا تطبح أبدا، الإبل بتنفش أبدا من بقها أبدا، ما ضبح الدابة قط إلا فرس أو كلب، ده قول العطاء وابن عباس. رابع حاجة، إن اللي فسر كده ابن عباس بسند ضعيف عنه. خامس حاجة، إن تفسيرها بالخيل هو قول ابن عباس من طريق صحيح، لو طريق العوفي ومجاهد وعطاء وعكرمة وكبار المفسرين. طب ما الرد على من فسر المريات هي المقاتلون الذين يرون النار، مقاتلين بيولعوا نار، ومن فسرها بمكر الرجال، ومن فسرها بالإبل؟ كل ده غلط. ليه؟ لأن السياق للخيل، ولا يضبح ولا يوقد القدح إلا الخيل. تاني حاجة، العطف بالفاء الذي يدل على تفريع ما بعدها عن الذي قبلها وتسببه عنه، وإذا كان ذلك كذلك فإن الصحيح أن الأوصاف كلها للخيل، كما حقق ذلك الطبري وقال بقولنا كبار المفسرين زي عكرمة والكلبي وعطاء والضحاك. ما الرد على من فسر فوسطنا به جمعا بالإبل حين تندفع المزدلفة عن أول السياق للخيل، فلا يضبح ولا يوقد القطح إلا الخيل،
والعطاء والعطف بالفاء يدل لتفريع ما بعدها على ما قبلها. وده تفسيرنا ده وتفسير ابن عباس وعكرمة وكبار المفسرين. طيب، ما الرد على من فسر وإنه على ذلك لشهيد؟ أي إن الله على ذلك لشهيد، زي ما مروي عن قتادة، هنقول هذا قول خطأ. ليه؟ لأن عودها على الظاهر في أول الكلام من غير حاجة إلى التقديم والتأخير. التفسير بتاعنا أنا محتاج تقديم ولا محتاج تأخير، إن الإنسان وإنه وإنه، ده الإنسان وكل الضمائر عايد عليه. ليه يتغير الضمير؟ وقال بقولنا كبار المفسرين محمد بن كعب القرظي وغيره، وده ترجيح ابن كثير. ما الدليل على أن من عزم على أمر يحاسب عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، فيقول أحدهم: لو أن لي مثل فلان لفعلتم مثل ما فعل، فهما في الوزر سواء، فهما في الأجر سواء. مدام في عزيمة يبقى هما في الوزر سواء. طب لو واحد، ما الدليل أن الواحد لو جاله خاطر وراح بياخد حسنات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي على ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلموا أو تعملوا به. والعزم نوع من العمل، يعني لو عزم على الحاجة كأنه عمل بها بالضبط. ما معنى إن ربهم بهم يومئذ لخبير؟ أي لعامل ما كانوا يصنعون ويعملون، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء. طب لماذا خص أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح؟ لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلب، فإنه لولا البواعث والإرادات لما حصلت أفعال الجروح. فاللي حصل أفعال القلوب يبقى حصل أفعال الجوارح.